أيضا ما زلنا معكم مستمعين الكرام في مساء الولاء، معنا المستشارة أسرية وتربوية وشاعرة وإعلامية أشجان نجد، حياك الله. يا هلا وسهلا، حياكم الله. يا هلا وسهلا. يا هلا ويا مرحبا. أنت طبعا زميلة إعلامية وأيضا شاعرة. والله لي الفخر أنتم أساتذتي، يعني أولا في مثل هذا الجمال وفي مثل هذا العطاء، والله الكلمات تعجب. ولكن نجدد البيعة والولاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين اسمه سيدي محمد بن سلمان، ويا رب يديم علينا الأمن والأمان. الحمد لله أننا بخير ونعمة تحت ظل هذه الثمرة الطيبة، ثمرة آل سعود. اللهم أمين، اللهم أمين. ما أدري هل للأبيات الشعر اليوم نصيب من هذه المشاعر عندك أستاذ أشجان؟ أكيد، يعني إذا ما ظهرت المشاعر في هذه المناسبة متى تظهر؟ فأشقى الوطن أجمل قصيدة. صحيح. بقول أنا أعتبر الولاء، وطبعا إحنا بايعين من زمان، ما هو باليوم يعني، ولكن نجدد الولاء والطاعة في المكره والمنشد. فأعتبر هذا عيد، فأقول عاد عيدك يا بلادي، كل عام وانت بخير. البسي أغلى الجواهر، أصعدي فوق الأثير، كلنا نعشق ترابك من صغير ومن كبير. الوطن غالي علينا وعندنا قدره كبير، ولو تغنينا بحبه باقي الشيء الكثير. المروءة والشجاعة والكرم يشهد خبير، وحكم شرع الله عبادة وغير حكمة. ما يصير يوم أبو تركي ملكها، انقتل هم مرير، ابتسم راع الأصالة واتجه نحو الغدير، واسرج خيول توالت واهتنى نوم الغرير. في حكم أخوان نورة صارت الدنيا بخير، شالوا الرايه العزة وسهلوا كل العسير، واصبحت تنعم بلادي بالشهامة والضمير. وابتدى فجر الأصالة وانتهى ماض خطير، بعد ما كانت بحيرة صار تحديد المصير. الله يحميك بلادي من فعل حاسد حقير، يحمي رجال الوطن حكمهم نعمة بخير. يا بلادي يا بلادي، كل عام انت بخير، كل عام انت بخير، وكل عام انتم بخير. إذاعة الرياض والطاقة لسانك، الله يسلمك ويحفظك، وكل عام والوطن العربي والإسلام بخير وسلامة يا رب. اللهم أمين. شكرا جزيلا لك المستشارة الأسرية التربوية والشاعرة والإعلامية الأستاذة أشجان نجد، يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك أبو الغيث، تحياتي لكل مخرج. شكرا.